السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. اولا اعبر عنكم خالص باسمي وباسم المنظمه الاوروبيه للتنميه لحقوق الانسان مع جميع معتقلي الراي في البحرين واقص معتقلي مهز الشرف الاصيل باننا اليوم كبيرة نعيشها مع السلطة لأنها أعلنت الحرب على المواطنين المطالبين بالديمقراطية وهي ماضية في سبيل تحقيق أهدافها الخبيثة. طبعاً هذا التحدي يعطينا إصرار بالاستمرار. يعطينا إصرار لمواصلة الطريق الذي بدأناه في البداية. دماء الشهيد فخراوي وتضحيات المعتقلين الذين يرزحون لأكثر من 3 أعوام ونصف في سجون البحرين والأحكام القاسية التي صدرت عليهم تدعونا إلى عدم التوقف وعدم التراجع وعدم الخوف بل إلى الاستمرار، وهذا الاستمرار بحاجة إلى تضحيات. نصر لا يأتي إلا بالتضحيات. الآن في أشخاص يضحون بأنفاقهم، في أشخاص يضحون بأرواحهم، في أشخاص يضحون بحرياتهم، ولكن ما يجب علينا أن نفعله أن لا نتراجع وأن لا نركع لهذه السلطة. طبعا اعتقال الشيخ علي سلمان واضح لأن الحكومة لا تريد حل واقعية تريد أن تنفرد بالسلطة وتسدد أفق الحل السياسي لأنها ترى وجودها هو الذي سيحل الأمور، ولكن نحن كشعب وكقرى ومدن يجب أن نثبت العكس لهذه السلطة. أنا سعيد اليوم إن بين عوائل المعتقلين، وأتمنى بأن هذا الحبل لا ينقطع، وثقوا بالله بأن هناك جنود مجهولين يعملون ليل نهار على قضايا أبنائكم، بعضهم تشوفونهم بعضهم ما تشوفونهم، والبعض منهم في البحرين والبعض الآخر خارج البحرين. فما أريد أن أقوله الأمل والاستمرارية والثقة والتفاؤل يجب أن يلازمنا في عملنا النضالي. ما راح يكون في حل مع اليأس، لأن أنا أشوف بعض الإخوان يتكلمون يعني يقولون 4 سنوات طولت الثورة الإيرلندية، 800 سنة استمرت حتى نالوا حقوقهم. الثورة الفرنسية أكثر من 10 سنوات، الثورة الإيرانية أكثر من 10 سنوات، لكن في النهاية استأدوا حقوقهم، استأدوا كرامتهم، ما عاشوا بالاستعبار والاستبداد تحت الدكتاتورية والضباط، وعاشوا تحت الظلم وقبلوا به. لا، استمر. هذا معنى الصمود الحقيقي اللي يجب أن يتأصل فينا ويتجسد في عملنا اتجاه قضايا. طبعا عندي وصيه، اليوم كنت في زياره الى الوالد في السجن، ودائما يصر علي واكتبها دائما في تويتر: يا جماعه الخير اتحد، يا جماعه الخير الوحده هي اللي راح تحقق اليكم النصر. كل احد يطعن في جمعيه ما او في حركه ما او في تحرك ما هو الخاسر الاوحد، وسيبقى وحيدا عندما تتحقق المطالب، والمطالب لن تتحقق بهذه الكيفية. السلطة تعول على انقسامنا، السلطة تعول على التفرقة، السلطة تعول على تشتتكم، السلطة تعول على كل ما تقرأه يساعد على
انفصالكم عن بعضكم البعض هذا اللي تعول عليه. لا حد يقول فلان ثوري وفلان سياسي وفلان حقوقي وفلان سياسي، هذا الكلام ما ينفعنا. اليوم احنا معركتنا كبيرة أكبر من هذه الكلمات، معركتنا مع شخص يريد أن يهتك الحرمات وهتكها في السابق، ويجب أن نستمر بيد واحدة جميعا وبقلب واحد لتحقيق الأهداف المرجوة. أنا أكرر بأن رسالة الرموز هي الوحدة وعدم الانصياع لمقائد السلطة، وهذه رسالة واضحة وهم جميعا متفقين عليها. وأكرر بأن استمرار النضال يحتاج إلى نفس وصبر وتضحيات وإيثار كبير، ولكن في النهاية راح تحققون ما ترجونه من كرامة وحرية. وكرر تضامني مع جميع معتقلين مهزة، وأنا جدا سعيد أن أقف بين أماليها الحقيقة، وجدا سعيد أن أقف في هذه القرية ولو أن يجب أن أخدمكم فيها ما أكتب فيها كلمة، ولكن الإخوان طلبوا ذلك. وأتمنى في الأيام القادمة تتواصلون وياهم، ما تنتظرون الحقوقين تواصلوني وياهم، لأن الشغل علينا واجب كبير، فتمنى برضو التواصل ويا الحقوقين من أجل توثيق كل ما يصيبكم من انتهاكات